مرحبا، اهلا وسهلا فيكم بالمطبخ اللبناني. اليوم حنعمل نحن وياكم بطاطا مع الاندومي. انا عندي هون بطاطا سلقتهم وهرستهم، بيطلعوا كيلو لانه الكمية عندي اكتر والناس بحبوها كتير. وبصلة صغيرة، انا حضيت البصلة ناعمة فرمتها. وعندي جبنة موزاريلا كمان حضيفة طبعا. وعندي بابريكا حضيف ملعقة. وعندي 4 معالق من النشا ناعم، عنو الكمية منيحة. ملعقة ملح، الملح أكيد مثل ما بتحبوا. أنا هلا هخلطهم مع بعضهم، حضيف بعد ملعقة بابريكا لأنه حسيت إنه بدهم بعد. وعذرا على الإضاءة لأنه الكهرباء ما في. وهيك مثل ما شفتوا العجينة صارت جاهزة، أنا عم بعملهم أصابع بهذا الشكل. لتخلص الكمية الموجودة معي. هلا مثل ما شفتوا انا كسرت الاندومي، حطيتهم بوعاء لحالهم. وعندي 1/4 كوب من الطحين، وعندي حبة رشة ملح. هيدا عجينة البابريكا. هلا حضيف المي، انا عندي 1/2 كوب من المي، وإذا احتاجت كمان بزيت. هذا الشكل صاروا جاهزين معي. هلا مثل ما شفتوا أنا هيأت خلطة الطحين، حبلش حط العجينة بهذا الشكل، بغطيها بالطحين. بهذا الشكل تغطت معنا، بنحطهم وهيك لتخلص الكمية الموجودة معي. برجع بحطهم 1/2 ساعة بالتلاجة، وبرجع بقليهم على زيت حامي كتير كتير منيح. شفتوا صاروا جاهزين معي. هلا حطهم بالبراد 2 ساعة لانه الكهرباء عنا مثل ما بتعرفوا عم تنقطع كتير، لانه بدهم هن 1/2 ساعة بس، بدهم 2 ساعة عنا لانه بكون البراد بعده مسقع بتيجي بتنقطع الكهرباء. وهلا مثل ما شفتوا حمينا الزيت كتير منيح. انا حطيتهم بالبراد شي 2 ساعة، قللت الوضع عنا كيف مشان الكهرباء. هيك بلش ليه.
رح بيحمروا لأنه الزيت حامي. هلا مثل ما شفتوا منظرهم بشهي، بطاطا مع الاندومي كتير هينة وسريعة. والف صحة وهنا، فيكن تاكلوها مع اي صوص بتحبوه. ما تنسونا باللايك والشير والسبسكرايب.